المشاهدين، اهلا بكم معنا وهذا لقاء متجدد من داخل جامعه مدينه السادات، ويسعدنا ان نلتقي مع الاستاذ دكتور حمدي عماره نائب رئيس الجامعه لقطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئه. اهلا بسعادتك معنا دكتور. اهلا بيك. اهلا وسهلا. جامعه السادات حضرتك كما نعلم هناك بها يعني بعض المعاهد المتنوعه والتي لها تميز خاص بيميزها عن سائر الكليات او سائر الجامعات. علمنا ان هناك معهد الهندسه الوراثيه لجامعه مدينه السادات، وسعادتك يعني العلم الساده المشاهدين كنت العميد السابق لهذا المعهد، فلو خدنا فكره عن طبيعه المعهد والدور الذي يقدمه لخدمه المجتمع. الحقيقه طبعا جامعه مدينه السادات فعلا بتتميز ان هي فيها معهد الهندسه والوراثيه والتكنولوجيا الحيويه، وهو معهد متميز جدا جدا الحقيقه. يعني هذا المعهد غني جدا بالكوادر اللي فيه، سواء كانت الكوادر البشريه او الامكانيات الماديه والاجهزه الموجوده في هذا المعهد. المعهد فيه تخصصات مختلفة جدا، في قسم البيوتكنولوجيا النباتية، البيوتكنولوجيا الحيوانية، البيوتكنولوجيا البيئية، الصناعية، الميكروبية. الحقيقة المعهد متميز في التخصصات اللي فيه، متميز بأعضاء التدريس اللي فيه اللي ممكن الاستفادة بيهم سواء علميا داخل المعهد أو خدميا في الخدمات المجتمعية. وعلشان كده المعهد لان فيه اقسام فيها اطباء بشريين واطباء بيطريين وصيادله، وعدد كبير منهم شغال بالذات في البيولوجيا الجزيئيه، وده من التخصصات يعني التكنولوجيا الحيويه المطلوبه جدا والدقيقه جدا. في منهم شغال في مجال التحاليل الطبيه، وبالتالي وانا عميد كان ليا حسن يعني الحظ ان انا عملت معمل تحاليل طبيه. معمل تحاليل طبيه عشان استفيد من الكوادر اعضاء التدريس اللي هم بيشتغلوا في التحاليل الطبيه. وفعلا المعمل اشتغل وكان بيغطي القوافل البشريه والقوافل الفيروسية اللي بتتم في نطاق محافظه المنوفيه. اي قافله كان بيتطلب ليها تحاليل كان بتتم في هذا المعمل. لو على ذلك المعهد غني جدا بالمعامل المركزية اللي فيها أجهزة على أعلى مستوى، سواء أجهزة تحاليل مياه وتربة، أجهزة تحاليل طبية، أجهزة مايكروبيولوجي، أجهزة فرمنتيشن خمرات. كل الأجهزة دي تقدر تخدم جهات كتيرة جدا سواء في جامعات مصرية أو مجتمعات أهلية. وبالتالي هذا المكان غني وهو جاهز لاستقبال أي خدمات تطلب منه الحقيقة. وهو معهد دراسات عليا بيدي دبلومات في تخصصات مختلفة، بيدي ماجستير في التخصصات اللي قلتها كلها، نباتية وحيوانية وصناعية وميكروبية وبيئية وتخصصات ماجستير ودكتوراه. تمام. واحنا هنستكمل طبعا لقائنا مع الأستاذة دكتورة أميمة، وهي المسؤولة الآن والعميدة للمعهد، وناخد فكرة عن طبيعة المعهد بصفة تخصصية إن شاء الله. الدكتورة أميمة طبعا عميدة المعهد حاليا، وهي دكتورة أميمة نشيطة جدا وبتكمل المسيرة ومحافظة على القوافل التي تجرى في المعهد والمعامل اللي عندها كلها، لها سواء معامل المية ومعامل التربة، المعامل القسم البيوتكنولوجيا الصناعية كلها معامل بتشتغل، وعندها وحدات ذات طابع خاص ناجحة جدا. عندها معمل زراعة أنسجة نباتية، ده تبع قسم البيوتكنولوجيا النباتية، وده من المعامل اللي شغال أيضا كوحدة ذات طابع خاص وبيقدم خدمات كبيرة جدا لمجتمع مدينة السادات، المزارع وغيره بيمدهم بنباتات ناتجة في معمل زراعة أنسجة نباتية. فهي إن شاء الله هتقدر تفصيل عن ما يدار من أنشطة داخل المعهد إن شاء الله. شكرا جزيلا سيادة النائب، وكمان تفيد إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد محمد.